عموما خلونا نطلع نشوف تقرير عن الأخبار، آخر الأخبار المحلية والعالمية، ومن بعد فاصل، ومن بعد الفاصل هنستقبل ضيوفنا الكبار، كابتن محمد حشيش، كابتن أحمد بلال، أستاذ جمال الزهيري، الأستاذ محمد أبو علي. بعد هذا الفاصل نستقبل ضيوفنا الكبار. طلبت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي من مسؤولي اتحاد الكرة تقريرا مفصلا عن أسباب خروج منتخبنا الوطني من بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في كوت ديفوار من دور 16. حقق بطلنا المصري في الرماية عزمي محلبة الميدالية الذهبية لمنافسات السكيت ببطولة كأس العالم لرماية المسدس والبندقية والتي تحتضنها مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، فيما حصد اللاعب الإنجليزي بن ليويلين الميدالية الفضية، وحصد الألمانيوس فان كورتي الميدالية البرونزية. أعلن المدرب الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول غياب نجمنا المصري محمد صلاح عن المواجهة المقبلة يوم غد أمام تشيلسي في منافسات الجولة 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي. وذكر كلوب أن صلاح ليس جاهزا لمباراة الغد وأيضا للمباراة التالية أمام أرسنال. أكد بيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي تعافي النجم النرويجي إيرلينغ هالاند من الإصابة التي عانى منها مؤخرة، وأيضا جاهزية جميع اللاعبين لخوض مواجهة بيرنلي ضمن منافسات الجولة 22 من مسابقة الدوري الإنجليزي. أشاد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف بالمستوى الذي قدمه الإيفواري فرانك كيسي خلال تسديده لركلة الجزاء التي سجلت منها كوت ديفوار هدف التعادل في شباك السنغال في المباراة بالأمس ضمن منافسات دور 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 والتي انتهت بصعود الأفيال إلى ثمن النهائي. وعلق كاف عبر موقعه الرسمي: إن كنت تريد اتخاذ أي قرارات حاسمة فقط خذ فرانك كيسي معك. اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف تصدي يحيى فوفانا حارس مرمى منتخب كوت ديفوار في مواجهة نظيره السنغالي ليكون الأفضل في اليوم الثالث من منافسات دور 16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية. وعلق قائلا عبر حسابه على منصات التواصل الاجتماعي: إنقاذ مذهل في توقيت قاتل، يحيى فوفانا أنقذ شباك كوت ديفوار من استقبال هدف محقق. علقت الصحف العالمية على حالة إخصاء مهاجم منتخب العراق أيمن حسين في مواجهة الأردن بكأس آسيا المقامة في قطر ووصفتها بأنها الأغرب في التاريخ. ووصفت الصحف إخصاء اللاعب الذي طرد بسبب حركة تناول طعام بحجة الإفراط في الاحتفال بغير العادلة، وعلى إثرها خسر المنتخب العراقي بثلاثة أهداف لهدفين في قمة مثيرة وودع أمم آسيا. أشارت صحيفة ماركا الإسبانية إلى انهيار صفقة انتقال مويس كين مهاجم يوفنتوس الإيطالي إلى نادي أتلتيكو مدريد الإسباني بسبب معاناة اللاعب من الإصابة، حيث يحتاج إلى فترة تعافي قد تمتد لأكثر من شهر، وقرر النادي إلغاء الصفقة وعودته مجددا إلى فريقه اليوفي. أعلن نادي إشبيلية الإسباني رحيل نجمه الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش بعد 4 سنوات قضاها في فترته الثانية مع النادي الأندلسي. وعلق النادي على صفحته الرسمية: لقد عاد إلينا إيفان راكيتيتش في صيف 2020 بعد رحيله عن برشلونة، وكان القائد الثاني لنادينا، ونحن نتمنى له التوفيق في مستقبله. ومن المنتظر أن ينضم راكيتيتش إلى فريق الشباب السعودي ليكون خليفة لزميله السابق في إشبيلية الأرجنتيني إيفر بانيغا.